جارتان جميلتان تتشاركان البحر وكذلك توافد الزوار، البعض للعلاج الطبيعي والبعض الآخر لمشاهدة الجمال. لهذا لم نستطع مقاومة رغبتنا في الزيارة والاقتراب من التفاصيل. تشير بعض الدراسات أن حضرموت من أكثر المحافظات امتلاكاً لينابيع العيون الحارة، وتمتلك 118 ينبوعاً تتوزع في مناطق غيل بوازير، الشحر والمكلا، وتنتشر في الديس والحامي العيون الكبريتية الحارة التي يحج إليها الناس يومياً على مدار العام للاستشفاء من الأمراض. تتمتع الديس بمقومات طبيعية ومواقع سياحية واستثمارية في مجال السياحة العلاجية والسياحة البيئية. تمتاز مياه الينابيع الحارة بدرجات حرارتها المختلفة، ويرجع ذلك إلى تفاوت أعماق الصخور المعدنية للينابيع. المياه الكبريتية نبع مائي يأتي من منطقة صخرية ويجري عبر قنوات إسمنتية إلى مجموعة من الأحواض تستخدم للاستحمام. إلى جانب السياحة العلاجية، تجسد محمية شرم الساحلية واجهة السياحة البيئية والبحرية وموقعها الاستراتيجي وأجوائها التي تجمع بين جمال المنظر وسحر الطبيعة. اعتمدت الحكومة اليمنية شرم كمحمية طبيعية في العام 2001، وفي العام 2002 أضافتها اليونسكو إلى مواقع التراث العالمي المؤقتة في اليمن. حيث تشغل شرمة مساحة طولية تقدر بحوالي 55 كيلومتر تقريبا. تشتهر شرمة بأنها مملكة السلاحف، والتي استوطنت فيها منذ آلاف السنين، والتي تظهر على سواحلها بعد غروب الشمس.
الديس والحامي قبلة للسياحة العلاجية وسياحة الجمال. بالنسبة لهوايتي فأنا هوايات لي كثيرة، يعني من ضمنها كتابة الشعر، مشاركة في جلسات الدان برضه بكتابات أدبية وبحوث علمية، ولعدة كتب نشرت منها اثنين تقريبا، وواحد علميا واحد عن الشعر وعن الأدب. غالباً أكتب الشعر في إذا حصل شيء موقف عاطفي ولا شيء أكتب هكذا، أو في مناسبة أو شيء، خاصة أشارك الناس في مناسبات الفايحية والتراحم بقصائدي، سواء كانت غنائية أو ألقاها هكذا مثلاً. وكذلك أيضاً نخرج بعض أماكن كذا، نروح مثلاً إلى أحياناً شرمة، وأحياناً نروح نزور الشاعر الله يرحمه ذاك الوقت سعيد سالم مجعاله الذي توفى قبل حوالي 6 أو 7 أشهر. فهذا كذا الهوايه الشعر يعني ما لها وقت معين يعني، لكن حاول نكتب في الليل او في الصباح باكر. والله أنا ولدت في بيئة يعني هي بيئة الدان، هذه الشرقية أصلاً بيئة الدان، بيئة تراث، بيئة رقص، بيئة كانت زي سوق عكاظ يعني في الخمسينات في الستينات في السبعينات، فكان معظم الشعراء يأتوا إلى الديس، وكانت تقام الشروحات والرقص ورقصات الهبيش خاصة، وكانت تقوم المساجلات سواء كانت مساجلات على الرقصة أو مساجلات جلسات الدان. فهذا الديس يعني كانت تقول كذا مرتع الشعار والشعراء، يعني كل الأغلب شعراء حضرموت مروا بهذه المنطقة، خاصة في العصر الذهبي. سافرت إلى جدة، تعرفت على شاعر اسمه إسلم بن علي، شاعر اسمه إسلم، شاعر كبير وله أغاني غنيها بكر سالم، منها منك يا عسل دوعا، لا أغاني يعني، وأنا مالي، تعرفت عليه في مقهى تسمى مقهى الحرمي، عرفنا به الأستاذ رياض بشاحي ربنا يسلمه. بعدين قال لي سيت داول مع الشاعر كذا، قال لي ليش ما تكتب شاعر غنائي؟ عرفنا بواحد اسمه حسين الجفري، حسين سالم الفنان. حسين الجفري في ذاك الوقت تعرفت به وطلب مني يكتب بعض الكلمات، فكتبت له بعض القصائد وغناها في ذاك الوقت. كانت بدايتي مع الموسيقى من حسين الجفري. والله أقرب الأغاني هاجت بي الأوجاع اللي غناها الناخبي، غناها الفنان سعيد نصيب، غناها الفنان حاجة، غناها مجموعة الفنانين حاج معيتب، غناها كثير من الفنانين غنوها. هذه هاجت بي الأوجاع جت في فترة بعد ما توفى الوالد رحمه الله، والشاعر محمد عبد الله الحداد اللي كنت أستفيد منه كثيرا وشجعني كثيرا، فجبت أنا عليهم يعني اثنين هؤلاء وغنت هذه الأغنية، وهي دائما نحب نسمعها. نتألم ونتوجع والكبد والنضلاع
الدنيعات ولع مدريت انا ايش العمل. دي شرقيتك مثل لي كل شيء يعني، مثل لي الارض، مثل لي الكنان، مثل لي الاهل، مثل لي الاساس، مثل لي كل شيء يعني في الحياه. جميل مثل لي ببحرها وماها وينابيعها واهلها وناسها وكل شيء يعني. تجربتنا اليوم خاصة وفريدة، فمن داخل أحد المزارع في الديس والحامي سنقوم بتجربة صناعة الخل، متعرفين على الطريقة والمراحل التي تنتج لنا الخل. نحن الآن في منطقة الديس الشرقية، منطقة هبورك، المزرعة بير هبرك يقولها، مزرعة بير هبرك في هبورك. هذا المزرعة مشهورة بإنتاج الخل، لديها أكثر من 30 أو 40 ميدع شيرة النارجيل، هذا اللي منها يستخرج الخل. طريقة استخراج الخل هو أولاً يكون عندك ميدع، هذا هو ميدع، نحن نسميه ميدع كذاب أو نارجيل بشكل عام، نقوله نارجيل، شيرة النارجيل بشكل عام. هذا شيرة تكون الشيرة يعني فيها خيول، خيل، ربب يقولها ربة، فيها ربة، وهي الربة الموجودة زي ما كلام شو هناك موجودة. الربط يكون بهذه الطريقة، لا تحت وبعدين واحدة لفوق، لا تحت واحدة لفوق، وتشيل كل ما تشيل لتحت تشيل أكثر في الربط، بحيث أنك لما تقصها إلى الآخر ما يفتك الحبل كله. دبة أو قصعة أو شيء من زال تحت يمسكها، تلقي لها حبال فوقها وتغطيها بغطاء مغفان يقولها من فوق، تغطيها فوق ويبدأ الخل يقطر فيها. وكل يوم الصباح 3 مرات باليوم تبدأ تقصها، صباح تطلع تشخطها تسيبها، الظهر نفس الطريقة، المغرب نفس الطريقة، 3 مرات باليوم. سنويا تنتج خل، تنتج أكثر من 40-50 برميل خل. تبدأ الربة هذا لمدة شهر، في ربة ثانية جاي بعدها نفس الطريقة، يعني بعد شهر ونص شهرين تحصل الميدع، عملت فيها واحدة تحصل فيها 5 أو 4 كله معلقة.